وسعت هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية وقف بث محطة المنارة الفضائية التابعة لحزب الله والتي تبث من جارة أندونيسيا، وذلك بناء على تقرير قدمته لجنة مراقبة الإذاعة الحكومية. وعبر المتحدث باسم الهيئة الأسترالية للإعلام والاتصالات قلقه بالنسبة لبرامج قناة المنار. المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن. انظروا إليها تحت وقت. تمتلك قناة المنار التي يمتلكها حزب الله مجموعة من مقدمي البرامج العرب في أستراليا، وتذيع برامج من بينها برنامج يطلق عليه بيت العناكب، وهو برنامج حواري هدفه فضح النقاط الضعف الموجودة داخل الكيان الإسرائيلي. ومن برامج القناة المثيرة للجدل أيضا برنامج دمي والبندقية الذي يثير الحماس في نفوس مقاتلي حزب الله ويحث المشاهدين على الانضمام لمقاومة إسرائيل. أنتم أردتم حربا مفتوحة، نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة. إلى حيفا، وقد حضرت الولايات المتحدة هي الأخرى بث القناة عام 2004، فالقائمون على القناة يصفونها بمحطة المقاومة ضد السياسيات الخارجية لإسرائيل وأمريكا في ظل تمتعها بنسبة مشاهدة تصل إلى 15 مليون مشاهد.